لم يعد باستطاعة إبراهيم حراسة أرضه المطلة على نهر الزاب الأسفل بعدما جفت مياه النهر وانحسر جريانه. لمئات السنين كانت هذه الأرض مصدرا رئيسيا للخضار والفواكه العراقية، لكنها اليوم تعيش أزمة جفاف قد تحولها إلى صحراء. حدود سنتين يصير انخفاض، انخفاض مستوى الماء. فهسه أنا اتجهنا على البئر التوازي، إذا جفت اعتيادي راح البئر التوازي هم يجف، خو ما راح يظل، يعني من بنزول الماء هم راح يجف البئر التوازي، وتصير يصير الاعتماد على الزراعة يصير ضعيف. أكثر من 30 مشروع مياه تغذي أقضية ونواحي وقرى في كركوك توقفت عن العمل بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الزاب الصغير، ما دفع المواطنين الساكنين على مقربة من النهر إلى الاستعانة بالحوضيات أو الاعتماد على الآبار في السقي والإسالة. تأثير هذه الانخفاض أولا طبعا يؤثر على الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية، يعني تشوف الأراضي المساحات هذه كلها راح تكون بعد أيام يعني أرض قاحلة بسبب قلة المياه. أيضا تأثر على الحياة السكانية، لأنه معظم القرى اللي على جانبي رافد نهر دجلة، نهر الزاب الأسفل عفوا، على اليمين وعلى الشمال تعاني من شحة مياه. 285 ألف دونم من الأراضي الزراعية باتت مهددة بالجفاف والتصحر بعد انقطاع المياه عنها ووصول النهر إلى مستويات لا تمكنه من إيصال المياه إلى الحقول بعد فقدان الزاب الصغير 75% من مياهه. على وقع الجفاف تحول الزاب الصغير إلى ساقية ماء ليضرب انحساره آلاف الدونمات الزراعية وعشرات مشاريع المياه التي خرجت عن الخدمة إلى الموت عطشا. من ناحية الزاب محمد سالم، يو تي في.